شكل خبر عفوا تسلم النظام السوري لملف الحج هذا العام صدمة كبيرة وجدلا بين أوساط السوريين وخاصة في مصر، حيث يرى كثير بأن الحج بات حلما لهم ومرتبطا ارتباطا وثيقا بتغير الظروف بشكل جذري أو عودتها كسابق عهدها. وفي قطر يستعد الحجاج السوريون للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بإشراف الهيئة السورية للحج والعمرة. للنقاش انضم لنا أسامة ضايع، معاون معتمد لدى الهيئة السورية للحج والعمرة من إدلب، وكذا ينضم لنا سيد محمد وضاح الخضر، رئيس مجموعة العاديات في قطر من الدوحة. أبدأ معك سيد أسامة، بداية لماذا أغلقت هيئة الحج مكاتبها في مصر؟ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذي الكريم وجميع الإخوة الكرام وجميع الإخوة المشاهدون الذين يشاهدوننا الآن عبر هذا البث المبارك الطيب. في الحقيقة نتيجة لقلة العدد وتغير الأعداد في ملف الحج، وأنتم تعلمون أن هذه الأعداد أصبحت مقسمة في النظام الذي أخذ ما يقرب من 17,000 حاج و500 حاج، وفي الشمال السوري والجنوب التركي يقرب من 5,200 حاج. أدى ذلك إلى أن يكون أو أن ينحصر عمل الهيئة السورية للحج والعمرة إلى أن ينحصر عملها في الشمال السوري وفي الجنوب التركي. هذا هو السبب الرئيسي حاليا لتوقف كيف الكثير من المكاتب التي كانت تعمل ضمن الهيئة السورية للحج والعمرة. على سبيل المثال مكتب لبنان ومكتب مصر وغيره من المكاتب الأخرى تم إيقافها لهذه السنة بسبب قلة الأعداد التي ستخرج من الشمال السوري ومن الجنوب التركي لأداء هذه الفريضة. وأملنا كبير أن تعود الأعداد إلى ما كانت عليه سابقا ليخرج جميع الإخوة السوريين المقيمين إن كان
في الشمال السوري أو في الجنوب التركي أو في مصر أو في لبنان أو في بقية المكاتب الأخرى. وفقا لذلك، كيف استقبل السوريون هذا الخبر بعد إغلاق مكاتب هيئة الحج وفقا لردود الفعل التي وصلتكم؟ حقيقة استقبل السوريون هذا الخبر بصدمة كبيرة جدا، ولكن يعني ما هو الحل؟ وقد فرض هذا الأمر وهذه الأعداد على السوريين بشكل عام، فلا يعني نستطيع إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما تعلم جميع السوريين وجميع المسلمين متعلقين بهذه الفريضة وبهذه الشعيرة العظيمة، كيف لا وهي ركن عظيم من أركان الإسلام. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث النبوي الشريف: بني الإسلام على خمس، ومن بينها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل السوريين الرجال والنساء الصغار والكبار يرغبون بأداء هذه الفريضة وبأداء هذا الركن العظيم، لكن الأسباب وقلة الأعداد حالت بين كثير من السوريين لأداء هذه الفريضة. لكن هذا الأمر لم يحدث للسوريين في قطر. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد أسامة. أنتقل إليك سيد محمد وضاح الخضر. يعني السوريون الموجودون في قطر أيضا هم من ضمن من سيذهب مع الهيئة للحج، متى سوف تبدأ أولى قوافل الحجاج السوريين بالتوجه إلى المملكة لهذا الموسم؟ أهلا وسهلا سيدي، أوجه تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمستمعين. بإذن الله تبدأ أولى قوافل الحجاج السوريين بالتوجه إلى المملكة من قطر يوم 5 يونيو، وتستمر رحلة الحج ليوم 26 من يونيو. وبالنسبة لبقية مكاتب الهيئة السورية للحج والعمرة، ستكون أولى رحلات الحج يوم 31 مايو إن شاء الله. ما هي يعني التسهيلات التي تقدموها للحجاج السوريين في قطر؟ سيدي الكريم، التسهيلات بفضل الله التي تقدم للحجاج السوريين بشكل عام، يعني بدولة قطر، هي تأمين كافة الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الحج وإعداد دروس توعوية للحجاج قبل السفر، وتأمين الخدمات التي تقدم للحاج في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في هذا السياق، ما هي الصعوبات التي واجهتكم خلال التحضير لموسم الحج لهذا العام؟ لا، صعوبات كثيرة، ولكن بفضل الله يعني ككوادر عاملة في خدمة الحجاج، يعني أكثر ما يورقنا هي تأمين أفضل خدمات للحجاج السوريين بأسعار مناسبة بالحد الأدنى حتى يتناسب مع الدخل للمواطن السوري بشكل عام. وربما يعني تكلفة الحج من للسوريين من قطر هي يعني من الأكثر ارتفاعا مقارنة مع بقية المناطق التي ينطلق منها السوريون التابع، يعني الذين سيحجون عبر الهيئة، أليس كذلك؟ نعم، للمواصفات الحاج السوري بالمستوى الاقتصادي من قطر نعم، ولكن ما الذي يرفع كلفة الحج بين قطر وبين الشمال السوري والجنوب التركي؟ هي بالغالب تكون تكلفة تذكرة الطيران أولا. الأمر الثاني هو تقديم فندق 5 نجوم مختلف عن يعني مستوى الحج العام في الشمال والجنوب التركي. شكرا لك سيد محمد وضاح الخضر، رئيس مجموعة العاديات في قطر، كنت معنا من الدوحة. أعود إليك سيد أسامة. فيما يتعلق بالسوريين المقيمين في مصر الراغبين بأداء فريضة الحج، هناك يعني كثير منهم سيتوجهون إلى تركيا أو سوريا للالتحاق بالقوافل، ما هي التفاصيل؟ الحقيقة سيدي الكريم، كل سوري يستطيع أن يصل إلى الجنوب التركي أو الشمال السوري ولديه إقامة على سبيل المثال في تركيا، ويستطيع أن يصل إلى المكاتب التي تديرها الهيئة السورية للحج والعمرة ويتمكن من الوصول إلى تركيا. يستطيع التسجيل ضمن هذه المكاتب الموزعة في غازي عنتاب أو في الريحانية أو في إسطنبول، أو إن كان في الشمال السوري في مكتب باب الهوى أو في مكتب أعزاز. فهذا يعني مقتصر على أن يستطيع أن يصل إلى هذا البلد بسهولة وبأمن وأمان. لكن الحقيقة كما تفضلت، الكثير من الإخوة السوريين قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى تركيا بسبب بعض القضايا المتعلقة أو بسبب بعض
إقامات الفيزا البعض وما التي شابه. يعني من خلالها لا يستطيعون أن يصلوا إلى مصر. وهذا يعني سبب قد يحول بين الكثير من الإخوة السوريين الراغبين لأداء هذه الفريضة ممن هم يقيمون في مصر. هناك الآن من لا يستطيع الدخول إلى سوريا لأسباب أمنية ويريد الحج وهو في مناطق ليست يعني لا يمتلك مثلا الإقامة في تركيا ولا يستطيع الدخول بشكل سهل إلى الشمال السوري لأخذ التأشيرة من هناك. ما هو طبيعة الوضع بالنسبة لهؤلاء؟ الحقيقة يشترط حتى يتم التسجيل لأي شخص يريد الحج لهذا العام أن يكون متواجدا ضمن مكاتب تتبع للهيئة السورية للحج والعمرة لعدة أمور، لاستلام جواز السفر ولأخذ البصمة العينية، وكذلك الآن لأخذ البصمة الحيوية المتعلقة بكل حاج. كل حاج لا يستطيع السفر ولا يمكن أن يفيز جوازه إلا من خلال أن يؤخذ له أو أن تؤخذ له البصمة الحيوية، وهي بصمة الوجه وبصمة اليدين. فهذا الأمر يعني الحقيقة لربما يكون صعب على الكثير من الإخوة السوريين، لكن هذه الشروط موجودة حاليا. لا يستطيع أي أخ سوري أن يسجل إلا إذا كان متواجدا بشخصه وبجسده وبجوازه وبهذه القيمة التي هي معه لأداء هذه الفريضة العظيمة. يعني هناك من ليس لديه مشكلة في دخول تركيا أو سوريا، لكن يجب أن يتوفر لديه إقامة تخول مغادرة مصر ودخولها، ومعظم السوريين يحملون إقامات سياحية لا تخولهم مغادرة مصر والعودة إليها. هل من يعني أوضاع استثنائية لمثل هؤلاء؟ الحقيقة هذا يعني أمر جوهري. كثير من الأخوة السوريين المقيمين حتى في خارج مصر، إن كان في أوروبا أو في غيرها من الدول، لربما لا يملكون إقامات، لا يستطيعون القدوم إلى تركيا، وبالتالي من لا يستطيع القدوم إلى تركيا والسفر من تركيا لا يمكن له التسجيل ضمن المكاتب المعتمدة لدى الهيئة السورية للحج والعمرة. يعني هناك عدد جيد من السوريين، من سواء ممن لديهم مخاوف أو غير ذلك، لا يستطيعون الذهاب عبر الجهة الأخرى التي تقدم هذه الخدمة لهذا العام، ولا يستطيعون أيضا الذهاب عن طريق الهيئة. تماما سيدي، هناك الكثير من الإخوة السوريين المشتاقين والمتعطشين لأداء هذه الفريضة العظيمة، إن كان في مصر أو في غيرها من الدول الأخرى. سابقا كان الأمر متاح، لكن في هذا العام يعني اقتصر عمل الهيئة السورية للحج والعمرة في الشمال السوري وفي الجنوب التركي، وكلنا أمل إن شاء الله تعالى أن يعود العدد بأكمله في العام القادم ليحج إخواننا، إن كان في مصر أو إن كان في لبنان أو في الأردن حتى كذلك الأمر، أو في باقي المكاتب التي كانت تعمل سابقا مع الهيئة السورية للحج والعمرة. شكرا لك. نسأل الله عز وجل أن يتيح وأن يعني يكون هناك عدد أكبر يتمكن السوريون من خلاله أن يؤدوا هذه الفريضة العظيمة. لكن ضمن الواقع الذي نحن فيه الآن هنالك عدة قضايا تحكمنا وعدة يعني قرارات ومعوقات تحد من العمل في كثير من الدول التي يتواجد فيها السوريون الآن. وكما تعلم في حالنا الآن كثير من السوريين هم متواجدون في كثير من دول العالم. استطاعت الهيئة السورية للحج والعمرة في هذا العام أن تلبي احتياجات السوريين في مسألة الحج أو في قضية الحج أو في هذه الفريضة العظيمة فيما يتعلق بالسوريين المقيمين في الشمال السوري أو السوريين المقيمين في الجنوب التركي وكذلك في أربيل. شكرا لك إذن سيد أسامة ضيع، وتمنيتنا لكل السوريين بأن يستطيعوا القيام بهذه الفريضة إن أرادوا. معاون معتمد لدى الهيئة السورية للحج والعمرة، كنت معنا من إدلب، شكرا لك. بارك الله بكم.